صرنا بلبنان كل أسبوع أو كل شهر بنسمع بمرأة انقتلت نتيجة العنف الذكوري، إن كان من وراء اغتصاب أو اعتداء أو بقلب أسرتها. للأسف القوانين بعد ما ردعت هالإشكالية وهالمشكلة، لأنه في عقلية ذكورية وثقافة ذكورية سامة منتشرة بدها كتير لتتغير، وهالتحركات وتراكم هالتحركات هو اللي رح يخلق خطاب مختلف ووعي مختلف. صوروني قلت لي ليكي يا ماما الصورة.